تصريح ان انا ما عنديش مشكله ان محمد فوزي يتجوز، خلاص ولا يا مش هزعل وانا ما عنديش مشكله في ده. ولقيتك امبارح، النهارده حلقه النهارده واحنا قاعدين بنتفرج رياض الخولي بيتجوز حنان، انت كنت مش طايقه روحك. ايوه اشمعنى هنا وهنا؟ لا عشان انا صباح يعني صباح صباح لسه زعلانه. لكن طب نشوف الموضوع ده مع محمد فوزي. محمد فوزي معانا اهو. اولا يا محمد، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك يا رب. كل سنه وانت طيب يا ابو شحرت. دلوقتي معايا صباح الجياش اللي بتخطط وتدبر وتعمل اسفين وتخبي عيل وتعمل مش حركات، يعني هل في اي حاجه شفتها في صباح الجياش موجوده في زوجتك وفاء عامر اللي قاعده معاك في البيت؟ لا لا لا، صباح الجياش الممثله، لكن الحقيقه هي مش الشخصيه دي خالص. يعني مفيش ولا اي حاجه من وفاء؟ لا 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 لا، مفيش الشخصيه دي خالص. وفاء عامر بني ادمه طيبه جدا، بني ادمه مسالمه جدا، بني ادمه مختلفة خالص عن صباح الجياش. بلد حقيقية، إنسانة بجد فيها كل الصفات الكويسة الحقيقة. طيب ده لو عدا على مستوى الصفات، لكن على مستوى الدور عاملة دور أنا في رأيي دور عظيم جدا. والحقيقة هي السنة دي موفقة في المسلسلين اللي عاملاهم. حقيقي. يعني الحقيقة إن أنا شفت حق عرب ده، الحقيقة المسلسل موفق جدا، ووفاء موفق جدا. وباقي الممثلين سواء العوضي سواء رياض، العناصر كلها الحقيقه عناصر محترمه جدا. قولي له ايه اللي عجبك؟ ده بالنسبه لمسلسل حق عرب. وكمان عجبني جودة. جدا جوده، حاجه يعني الحقيقه بقالنا كتير مبهره ما شفتهاش. هي كل العمل مبهر، وانتاج غير طبيعي، وجرافيك غير طبيعي، مناظر، وعايشونا في العالم ده فعلا، عالم الخيال ده فعلا. يعني انت مبسوط من عودة ألف ليلة وليلة؟ ومبسوط من عودة وفاء عامر واختياراتها السنة دي. ده يعني كلام كبير قوي ده. ده اختياراتها الحقيقة السنة دي موفقة. يعني اختياراتها ما دمرتش حياتها؟ لا بص، دي موضوع تاني. يعني بص، لما يعني هي طبعا حياتها طبعا يعني هي بتدي شغلها حقه بشكل غير طبيعي. فطبعا ده بيأثر على حياتها الشخصية، لانها بتعيش الحكايه جامد جدا. وبعدين هي كانت مشغوله جدا السنه دي، ولكن النتيجه المبهره دي تخليك اسعد جدا. يعني غفرت لها انها ما كانتش بترجع تحضر الفطار والغدا والشيشه؟ لا 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 لا، طبعا لما توصلي النتيجه بالنجاح دوت، انا شخصيا انا مبسوط جدا لها. يعني سماح؟ سماح يا ماما صباح. يعني دلوقتي هي بتقول لي انا لو محمد اتجوز عليا انا ما ازعلش. انا طبعا ده انا شغلها، بس لكن انا بسعد بنجاحها. انت بتسعد وراء كل رجل عظيم، وراء كل امراه عظيمه رجل برضه عظيم بيسندها. لو الراجل ما سندش مراته عمرها ما هتنجح يا محمد. لا لا، هي الحقيقه بص، يعني الحقيقه في اختيارات صحيحه جدا. يعني انا بقول بلاش اتنين، بلاش ده، بلاش كذا، بلاش تزودي في الشغل. لكن لما بلاقي الاختيار كويس وبلاقي العمل كويس بسعد بيها. يعني انت كنت ضد انها تعمل ثلاث اعمال في سنه واحده؟ طبعا. انها تركز مثلا، جالها دور حلو زي صباح الجياش تعمله لوحده، ما تعملش حاجه ثانيه. بس بكتشف ان كمان العمل الثاني حلو بالحلاوه دي، اما بقول انا ازاي اقول لا على عمل ثاني؟ بلاقي عمل هو ده اللي بيخليني دايما اغفر لها، ان هي حياتها كده في الشغل اكتر بدرجه كبيره. لكن انا بحب نجاحها، وبحب انها تبقى حاجه كويسه، لان هي بني ادمه الحياه تستاهل. ربنا يخليكم لبعض. تقول لها ايه سؤال تساله لها ايه بقى في النهارده واحنا بنعمل اللقاء ده؟ دلوقتي بص، انت عملتي المسلسلات وخلصتي تصويرك، خلي بالك واديكي بدات تعملي، هتشتغلي برضه برامج وتقعدي فيها من الستار لحد السحور. فلحد كده وكفايه بقى برامج وكفايه حاجات كده، وخليك عشان بوسي حبيبتنا. ربنا يخليك، انا هرجعها لك على طول. على طول هتلاقي عندك محضره السحور. بقول لك لغايه كده وكفايه، استحملك بما فيه الكفايه، بس بقى مش هنبدا برامج. ما دي صاحبتي بقى، بس بقى دي خلاص ما فيش برامج بقى بعد العيد ان شاء الله. ما اقدرش اقول لك بوسي حاجه بعد العيد. محمد انا سعيده بوجودك وهروحها بسرعه، وفي انتظار العمل الجميل اللي ان شاء الله يعني بداته كان المفروض يبقى. انا امبارح لما
كنت انا مع فوسي قلت لها هي دي مش هنقدر نقول لا. اه مش هنقدر نقول لفوسي لا. ربنا يخليك يا محمد. يلا ان شاء الله في انتظار عملك انت كمان لهاني رمزي. احنا في انتظار على احر من الجمر ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانت طيب ورمضان كريم وعيد سعيد عليك ان شاء الله.